الرباط الصليبي الاسم جاي منين؟ ان هما رباطين، رباط الصليبي الامامي ورباط الصليبي الخلفي، وهما كروشيتس يعني المتصالبين او المتعامدين، متصالبين اكتر منها. هو الرباط الصليبي الامامي بيبقى ماسك في عظمه الساق، في اعلى عظمه الساق هنا من قدام، بيمسك في الجزء ده من عظمه الفخذ، وهو قدام تحت عند عظمه الساق اعلى الساق، فبنقول عليه الامامي. الخلفي هو بيجي من ورا من الجزء ده تقريبا، وبيطلع يمسك في الكوندايل التاني، في الجزء التاني من عظمة الفخذ. الاتنين في الاخر بيبقى شكلهم لو بنيجي نشوف الركبة التشريحيا، فبيبقوا عاملين قص، عاملين صليب عكس بعض، الامامي والخلفي. الاكثر شيوعا طبعا في الاصابة هو الرباط الصليبي الامامي في كرة القدم، و70% من اصابات الرباط الصليبي بتبقى نون كونتاكت او بدون التحام. هي اصابة بتحصل مني بسبب تغيير الاتجاه المفاجئ اللي بيحصل في الركبه، ممكن بيحصل فيها تويست. كوره من الالعاب اللي قلنا عليها بيفوتينج سبورت، يعني فيها طعن كتير. حركه الطعن دي بتبقى عباره عن ان الركبه بتطلع لقدام والفخذ بيتني، وده لو بصينا لحركه المدافعين الديفندرات نص الملعب او المهاجمين، فدي حركه بتتعمل كتير جدا في اي وقت من دول، مع كمان الديسيليريشن او ان اللعيب يكون على سرعه عاليه ويبتدي يقف فجاه. كل دي حاجات مع تغيير الاتجاه بتسبب قطع الرباط الصليبي. فالبيك فور في الكوره هم اصابات الحوض، الجوين، سواء هي اصابه في العظم زي التهابات عظم الحوض او اصابات عضليه، وهي اغلبها اصابات اوفر يوز ناتجه عن احمال زايده. وبعدين الركبه، اصابات الركبه بالذات اصابه الرباط الصليبي. وبعدين اصابه العضله الخلفيه اللي هي ممكن تكون بالنسبه لناس كتير اصابه عاديه او اصابه مش بنفس اهميه او قيمه الرباط الصليبي، بس الحقيقه ان العضلة الخلفية هي أكتر إصابة بتضيع وقت من اللعيب في الموسم، هي إصابة العضلة الخلفية. نتكلم إن تقريبا بتشكل 19% من الإصابات بشكل عام. وآخر حاجة هي الأنكل. دول البيك فور بتوعنا في الطب الرياضي المتعلق بكرة القدم. الرباط الصليبي مش الفكرة بتاعته بس في الإصابة الأولى، الفكرة كمان في الإصابة الثانية. الأبحاث والحاجات اللي بتتعمل والمدد اللي بتزيد بعد ما كنا بننزل لعيب بعد 6 شهور، بقينا بننزله بعد 9 شهور بسبب ان احنا محتاجين نزود حاجات في التأهيل، وفي حتى حاجات كوشنرز عشان نشوف اللعيب نفسيا جاهز ينزل ولا لا. ودلوقتي الكلام كله ان انت تحاول تبتدي بدري شوية انك تعمل حاجات في الملعب، مش تمرينات ليها دعوة بالرياضة نفسها، بس تعمل جزء من التأهيل في الملعب، لان ده نفسيا شوية بيسهل على اللاعب العودة في الوقت المطلوب. الرعب الحقيقي والبعبع الحقيقي هو الخلفية والرباط الصليبي، لان مهما التطور في العلم حصل علشان نعمل لهم تمرينات وقائية تحمي منهم، للأسف الشديد إن نسبهم مش بتقل، بالعكس النسب بتبقى بتفضل موجودة بل وبتزيد كمان. والدليل على كده إن في لعيبة كبيرة جدا في دوريات كبيرة جدا وبيحصل لها إصابات متكررة في العضلات الخلفية، زي مثلا عثمان ديمبلي في برشلونة. إصابات الركبة لما بتيجي السكند دي سي ال المشهور قوي بالذات في نابولي بالذات مثلا على سبيل المثال، آخر كام سنة كتير جدا بيحصل لهم إصابة وأول ما ينجعوا بيحصل تاني. في روما كان في ستروتمان، وكان في فلورنسي، في نابولي كان ملك، وكان فوزي غلام، ولعيبه كتير جدا بيحصل لهم موضوع. واحنا عندنا في مصر هي الموضوع ده حصل كتير جدا، بس احنا ما كناش بنفكر ان الموضوع ليه اساس علمي. احنا كنا بنفكر ان اصلها ضعيفه، اصله ما رجع بدني، اصل الحاجات الاسباب الاخرى يعني. بس الحقيقه علميا هي في 25% من الحالات بتتكرر في اول من سنه لخمس سنين. الرباط الصليبي الخلفي عملياته اصعب، وعملياته نتائجها مش كويسه قوي زي الرباط الصليبي الامامي، ومش اصابه شائعه. بيحصل اكتر في الرياضات العنيفه للركبه زي السكينج، زي التزحلق على الجليد، او بيحصل في الحوادث بقى لا سمح الله. انما في الكره يعني في ناس كتيره عندهم بيحصل اصابات في الرباط الصليبي الخلفي الحقيقه، وبنختار دايما الحل التحفظي، لان هو في البيفوتنج مش بنفس اهميه الرباط الصليبي الامامي. القطع الجزئي يعني معناه ان الضفيره من دول اتقطعت، والقطع الكلي معناه ان الضفيرتين اتقطعوا. فاغلب لاعبين كره القدم حتى في حالات القطع الجزئي بنعمل تقويه او بنعمل اعاده بناء للجزء المقطوع، بتبقى المده بتاعتها راوند تقريبا نفس المده او ممكن بتقل شويه. التمرينات الوقائيه دي ممتازه وفكرتها صح جدا وكويسه جدا، انك ازاي تقدر تحافظ على الاتزان اللي ما بين العضلات الاماميه والعضلات الخلفيه،
للاسف كان في وقت ما شائع ان العضله الاماميه هي اللي مهمه جدا للرباط الصليبي الامامي. الحقيقه العضله الخلفيه مهمه جدا، هي بتساعد الرباط الصليبي الامامي ان هو يحمي الركبه. فطول ما في الاتزان ده والبالانس ده وحاجات تانية لها دعوه بالاتزان نفسه وحاجه اسمها بروبروسبشن يعني الاحساس بالمكان وبالارض، الحاجات دي كلها طول ما هي كويسه طول ما نسبه حدوث الاصابه ابعد